والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الشيطان هنا ألقى كلمة سمعها المشركون ولم يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما ألقاها الشيطان، يعني أضاف للقرآن. قال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. دي الكلمة اللي ألقاها الشيطان. فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. طيب الكلمة دي معناها شنو؟ تلك الغرانيق العلا، قيل إنه الغرانيق هي جمع غرنوق أو غرنوق، وده نوع من أنواع الطير، وهذا الطائر المشركون شبهوا آلهتهم بهذا الطائر، طائر الغرنوق، لأنه الطائر ده بيرتفع بهم، يعني الإنسان لو شاف الطائر ده بيرتفع في السماء، فشبهوا الآلهة بتاعتهم بطائر الغرنوق، إنها بترفعهم وبتتوسط لهم لربنا سبحانه وتعالى عشان يتقربوا من ربنا، فكأنهم شبهوها بهذا الطائر، طائر الغرنوق. وده زي ما ربنا قال عنهم: قالوا ما نعبدهم، يعني الآلهة بتاعتهم دي ناس اللات والعزى وغيره، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني دايرنا تقربوا لربنا. وبمعنى آخر قيل الغرانيق هي الملائكة. قيل الغرانيق هي شنو؟ الملائكة. وكانت قريش تعتقد في الملائكة. طبعا في ناس يعني فهموا الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فهموا من المسلسلات، والمسلسلات دي ما بتعكس لك الحقيقة لأنها روايات، وماخدين أغلبها من الروايات الضعيفة، وخاطينا ناس بفهم معين ما بتديك الحقيقة. لكن دروس السيرة الصحيحة دي هي اللي بتديك حقيقة الصراع بيناتهم. بالمناسبة كفار قريش كانوا بيعرفوا الملائكة، بيعرفوها، بل بيعتقدوا إنه الملائكة بتشفع لهم عند الله وبتقربهم لله. ولذلك أول ما الشيطان ألقى لهم الكلمة دي، وشوفوا الشيطان ذاته عارف عقيدتهم، قال لهم: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. قاموا اتكيفوا جدا، اتبسطوا من الكلام ده وعجبهم، وقالوا: اليوم محمد ذكر آلهتنا بخير. تمام، لأنه كلمة الشيطان دي فهمتهم إنه الملائكة بتبقى لهم وسطاء بين وبين ربنا، ودي دايرنا هم. ويا اخواننا النقطة دي هي حقيقة الشرك. في ناس فاهمين إنه قضية الوساطة دي لا، دي حاجة عادية، والأولياء بيتوسطوا كويس وبيشفعوا، والملائكة بيشفعوا، والأنبياء بيشفعوا. عشان كده في ناس بيعتقدوا إنه يدعو الملائكة ويدعو الصالحين ويدعو الرسل، ليه؟ عشان يشفعوا لهم. نقول لهم: بس دي نفس عقيدة المشركين.
فالقصة دي مهمة جدا يا أخواننا في السيرة، بتفهمنا حقيقة الموضوع ذاته. طيب شوف قالوا شنو، قالوا وقد علمنا أن الله يخلق ويرزق. دي ما كان معلومة بناخذه فيهم عشان ما تفهم إنه يعني شرك المشركين، لأنهم بيعتقدوا إن الله ما بيخلق. لا، ما كان بيعتقدوا كده. أو الله ما بيرزق، اللي بترزق الأصنام. لا، ده غلط. هم بيعتقدوا زينا في الحتة دي، إنه الله بيرزق، وحتة إنه الله يعني بيخلق. طيب قالوا يرزق ويحيي ويميت، ولكن آلهتنا تشفع عنده. ده محل الخلاف بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت يا أخوان النقطة دي؟ وحتى القرآن صرح بكده. ربنا قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. دي ما معلومة محل خلاف كانت، بل ربنا قال في سورة الزخرف ولئن سألتهم من خلقهم، هم ذاتهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن منه الله. دي ما محل خلاف. طيب الخلاف كان وين؟ الخلاف إنه هم بيروا إنه الآلهة بتاعتهم دي، إن كانت الملائكة ولا الأصنام ولا الأحجار ولا الأشجار، المهم الآلهة بتاعتهم دي، بيروا إنه دي بتتوسط لهم عند الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم اختلف معهم في دي، قال لهم أنتوا تتقربوا من الله مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اتقرب مباشرة، قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. كده يا أخواننا وضحت المسألة دي. نشوف كلامهم. قال أهل السير فلما بلغ السجدة سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، السجدة بتاع سورة النجم، فاسجدوا لله واعبدوا، سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد معه المسلمون اللي كان بيستمع في القرآن، والمشركون ذاتهم سجدوا. تكيفوا المرة دي، لأنه قالوا ذكر آلهتنا بخير، ولغشاهم الشيطان، هو جاب لهم الكلمة الزايدة دي. قال إلا شيخا من قريش، ده كان كبير ما سجد، رفع إلى جبهته كفا من حصى فسجد عليه وقال يكفيني هذا. وداء الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد، كان أكبر قريش الوقت ذاك سنا، ما قادر يسجد، قام شال له حصى من الأرض وسجد عليه كده. يعني بقى السجود ده محل إجماع، المسلمين سجدوا والكفار سجدوا كلهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذاك سمع بالخبر إنه المشركين دول سمعوا كلمة تلك الغرانيق العلا، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وخاف من الله خوفا عظيما، خاف إنه يكون هو القالة. وبعض يعني أو كثير من أهل الحديث طعنوا في هذه القصة وقالوا ما صحت. ليه؟ قالوا لأنه هذه القصة تطعن في عصمة الأنبياء. عشان كده القاضي عياض صاحب كتاب الشفا قال القصة لا تصح، وأبو بكر ابن العربي قال القصة لا تصح، ولكن ابن حجر قال القصة لها شواهد وجاءت بروايات كثيرة تدل على أن لها أصلا يعني موجودة، وهي لا تطعن في عصمة الأنبياء. ليه؟ لأنه قال الكلمة دي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الكلمة دي منه؟ الشيطان، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال فأنزل الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من نبي
من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. كلمة تمنى معناها تلا. عشان كده ربنا في سورة البقرة قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. أمانية يعني شنو؟ يعني تلاوة، النوع الناس اللي بيتلوا وما فاهمين حاجة. فالأماني معناها تلاوة. طيب ربنا قال إلا إذا تمنى، يعني النبي لما يتمنى يعني يتلو يلقي الشيطان في أمنيته، في تلاوته الشيطان بيضيف حاجات، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ربنا بعد ذاك ما بيقر كلام الشيطان ولا بيخليه يثبت، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. فدي كده الآيات دي طمنت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القصة دي مناسبة شنو؟ مع الهجرة إلى الحبشة. ديلاك ما هاجروا ناس، عثمان بن عفان وجعفر ابن أبي طالب والمجموعة اللي هاجرت. القصة دي لما حصلت قام بلغ الخبر الصحابة في الحبشة هناك، جاءهم الخبر إنه شنو؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم وقريش اتصالحوا، وناس قريش ذاتهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فطوالي الناس اللي هناك في الحبشة جوا راجعين. طيب قال فلما قرب مهاجرة الحبشة من مكة، جوا راجعين، وبلغهم أمرهم توقفوا عن الدخول. وفي رواية قالوا لمن فضل لهم من مكة حوالي ساعة من الزمن من دخول مكة، لقوا وفد من بني كنانة، قاموا سألوهم، قال لهم نحن سمعنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم يتصالح مع قريش وأسلموا. فقاموا بنو كنانة قالوا لهم آية صح الكلام ده حصل، لكن عاد محمد إلى سب آلهتهم وعيب دينهم، فعادوا هم يعني كفار قريش إلى عداوة أشد من الأولى. قالوا ما تدخلوا. طيب قال ثم دخل كل رجل في جوار رجل من قريش. العرب يا أخواننا كانت عندهم قيم وأخلاق مع الخلاف، مع اختلافاتهم دي عندهم قيم ما بتنازلوا عنها. من القيم اللي كانت موجودة عند العرب مسألة الجوار، يعني لو جزر استجار بيك قال لك أنا في جوارك يعني في حمايتك، بعد ده أنت بتملي عليك أخلاق العرب أن تشمر عن ساعد الجد في الدفاع عن مستجيرك. اللي استجار بيك ده أنت شنو؟ بتركز معه تاني. فده لما لقوا نفسهم أمام الأمر الواقع، هم داخلين على مكة وما يقدروا يرجعوا الحبشة، فقالوا ندخل في الجوار، أي زول يشوف واحد من أهله من شرفاء مكة وينزل في جواره. طيب فنزل عثمان ابن مضعون، عثمان ابن مضعون الجمحي أخو قدامة ابن مضعون الجمحي، وأيضا أخونا عبد الله ابن مضعون الجمحي، دول كلهم من بني جمح من أهل ناس أمية بن خلف. نزل عثمان ابن مضعون وقصته عجيبة جدا، في جوار الوليد ابن المغيرة. وقلنا الوليد ابن المغيرة ده كان شنو؟ أيوة كان أسن رجل في قريش، وهو كان رئيس بني مخزوم، وبنو مخزوم ده
كانوا ريحانة قريش وأكثرهم. نزل في جواره فدخل الوليد بن المغيرة الحرم وقريش كلها جالسة في أنديتها، فصاح بالناس: أيها الناس، إني أجرت عثمان بن مضعون. خلاص ما في حد ثاني بيتعرض له. ونزل كذلك أبو سلمة، هنجيب بعد شوية، في جوار أبي طالب لأنه خاله. طيب عثمان بن مضعون بعد ذلك قال: فرأيت أصحابي يؤذون أذية شديدة. قال: وأنا في جوار رجل من قريش. قال: فقلت في نفسي: إن هذا لنقص كبير في ديني. يعني أنا أقعد شنو؟ مستمتع بالحياة وما ضارني شيء، ها؟ وأنا في أمان، مع إنه إخواني من المؤمنين بتعرضوا للأذى. قال: إن هذا لنقص في ديني. طوالي مشى لمنه؟ للوليد بن المغيرة. قال له: يا أبا عبد شمس، إني رأيت أن أرد عليك جوارك. أنا جوارك ده ما دايره كويس، وأريد أن أوذى في الله كما يؤذى أصحابي. فقال له: يا ابن أخي، أرى أن تمسك جواري؟ خليك في جواري، ما بيضرك شيء. قال له: لا، أريد أن أكون في جوار من هو أعز منك، في جوار الله سبحانه وتعالى. أنا داير جوار ربنا بس. قال له: تمشي المسجد وتخلع جواري، أه؟ زي ما أنا أجرتك. فانطلق عثمان بن مضعون ومن خلفه الوليد بن المغيرة مشي وراه، فصاح في الناس: إني خلعت جوار الوليد ابن المغيرة. كويس، وأكد وراه طوال الوليد، قال لهم: إني نزعت جواري. طيب فجلس في المسجد، فجاء رجل وكان آنذاك مشركا، وهو لبيد ابن ربيعة، لبيد ابن ربيعة الشاعر المشهور اللي قال عنه الإمام الشافعي: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. فهو كان من فحول شعراء العرب، فجاء ينشد قريش شعرا وقريش قاعده بيستمع له. فقال البيت بتاعه المشهور: ألا إن كل شيء ما خلا الله باطل. فقال له عثمان بن مضعون: صدقت. ثم قال: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال له عثمان بن مضعون: كذبت، فإن نعيم الجنة لا يزول. هو عثمان بن مضعون يا دوب كده، ها؟ هو كان في جوار الوليد وفك الجوار يا دوب وطوالي قايم بالتقيل. قال له: كذبت، ده شاعر قريش، ها؟ وقريش الآن مجتمع كله بتستمتع بالشعر، ده قدامه. قال له: كذبت، فإن نعيم الجنة لا يزول. فقام لبيد قال: يا معشر قريش، منذ متى يؤذى جليسكم؟ يعني هو ده بيحرش فيهم، يعني أنا جليسكم وجاي ضيفكم، ها؟ ضيفكم بقيتوا تعزوه؟ فقام رجل قال: إن هذا يا لبيد لسفيه في مجموعة من السفهاء تركوا ديننا وبارزونا بالعداوة. فقال له عثمان بن مضعون: كذبت. وبدا النقاش بيناتهم، بين الرجل ذاك وعثمان بن مضعون، واشتد النقاش بيناتهم. فقام الرجل فلطم عثمان بن مضعون حتى اخضرت عينه، بوظ العين. الوليد قاعد بعاين فيه، قال له: يا ابن اخي،
إن عينك كانت في غنى عن هذا. أنت كنت في جواري وعينك دي كانت غنية من ال من ده. فقال له عثمان بن مسعود كلمة جميلة تدل على إنه يا أخواننا الصحابة ديل باعوا الدنيا واشتروا الآخرة. قال له يا عمي والله إن عيني الأخرى لفي حاجة لما أصاب الأولى. عيني الشديدة ذاتها دايرة لها لطمة زيدي في وجه الله. قال عد إلى جواري يا عثمان. قال لا حاجة لي في جوارك. فده يا إخواننا نموذج لأن الصحابة ديل ناس آخرة. عشان كده الصحابة ديل ما في زول قديرهم كله نهاية. هزموا الممالك دي بأعداد يا إخواننا كبيرة جدا. أنت لما تقرأ بس بالأرقام جيش المسلمين كان كم والناس اللي بيقاتلوهم ديل كم يا أخي دي أرقام ما طبيعية. أرقام ما طبيعية أصلا. مع ده الصحابة كان عدتهم الإيمان. وأي زول حريص على الموت أنت ما بتقدر عليه. أصلا ما بتقدر عليه. الدنيا دي ما مدينها أي قيمة. طيب أيضا نزل أبو سلمة عبد الله بن أبي أمية في جوار أبي طالب. طيب وأبو سلمة هو من بني مخزوم وأبو طالب من بني هاشم. أبوه من بني مخزوم. أول ما نزل فأجاروا أبو طالب. فجاء بنو مخزوم قالوا يا أبا طالب أجرت ابن أخيك فتعديت حتى تجير أبناءنا. لحد ما دخلت كمان بجير أولادنا نحن من بني مخزوم. قال إني أجرت ابن أخي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودخوه. فما يمنعني أن أجير ابن أختي. لأنه دود أخته. وعبد الله ابن أبي أمية اللي هو أبو سلمة عفوا أبو سلمة ابن عبد الأسد أصلا أمه اسمها برة بنت عبد المطلب أخت منه أخت أبو طالب. كويس. فقام طوال نط معاه أبو لهب. قال لهم لقد أكثرتم على الرجل في جواره. طبعا يا إخوانا عادات العرب دي عجيبة جدا. احترام الجوار ده عندهم ما في كلام. قال لهم أكثرتم على الرجل إما أن تتركوه أو نقوم معه جميعا. نحن ذاته قال لهم بنقوم وبنجير لكم محمد. وطبعا ده الوحيد من بني هاشم وبني المطلب اللي كان واقف ضد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب ده الوحيد اللي واقف ضده. قال لهم كترتوا الكلام مع الزول ده يا خلوه يجير من شاء ويا بنقوم نحن ذاتنا معه كمان. فقالوا رضينا يا أبا عتبة. خلاص خليناه وخليه يجيره. طيب يا أخواننا فبعضهم لقى له جوار وبعض الصحابة اللي رجعوا من الحبشة ما لقوا لهم جوار في مكة. قال ثم اشتد عليهم البلاء والعذاب من قريش وسطط بهم عشائرهم وصعب عليهم ما بلغهم من النجاش من حسن جواره. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الحبشة مرة ثانية فخرجوا. وكان عدة من خرج في المرة الثانية 83 رجلا. إن كان فيهم عمار بن ياسر لأنه مختلف في عمار بن ياسر إنه يعني مشى الحبشة ولا ما مشى. وابن القيم بيقول إنه رجع. ومن النساء 9 10 امرأة 19
فلما سمعوا بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم 33 رجلا. 33 ديل قعدوا في الحبشة لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة، وطوال مشوا المدينة. ومن النساء 8، ومات منهم رجلان بمكة، وحبس 7، وشهد بدرا منهم 24 رجلا. طيب، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة. قال: فلما كان شهر الربيع سنة 7 من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعو إلى الإسلام، وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت مهاجرة زوجها عبد الله بن جحش، فتنصر هناك ومات نصرانيا. أم حبيبة دي رملة بنت أبي سفيان، اسمها رملة بنت أبي سفيان، وهي الإمام الذهبي قال هي أقرب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه نسبا. وحقيقة الكلمة دي يعني أنا تعجبت فيها والله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عنده من زوجاته من هي في حسب علمي أقرب. أم حبيبة بنت أبي سفيان، واسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، وعبد شمس ده أخو منه؟ أخو هاشم. عبد شمس أخو هاشم، هما في الحساب أولاد عم، لكن ما عمومة مباشرة، صحيح؟ ما مباشرة، أولاد عم فوق شوية. طيب، من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وأمها برة بنت عبد المطلب، صح؟ دي بدعمته مباشرة. إلا يكون الإمام الذهبي قاصد من جهة الأب، يكون قاصد كده ما من جهة الأم، لكن عموما هي بدعمته أو بدعمه وبيناتهم قرابة. قال: وهي أكثر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم مهرا، أكثر واحدة دفع فيها مهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب للنجاشي قال له زوجني أم حبيبة، زوجه إياها وأصدقها عنه النجاشي، وباقي لك المهر بتاع كوني يديه ملك بيكون شوية. قالوا دفع فيها 400 دينار ذهبي، 400 دينار ذهبي. كان يطلعها بمقاييسنا بتاعت الليلة، بس جيب دينار الذهب ده 400 دينار، هتطلع بكم دي؟ دي بيكون مهرها قدر الكلاكلة، الكلاكلة كلها، ها؟ من القطعية ليل دي كثيرة شديد. وأصدق عنه بتحف وهدايا، حتى عطور الزواج زفها النجاشي بها، زفها بعطورة، وهذا من محبته للنبي عليه الصلاة والسلام ومن احترامه وتوقيره للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، قال الإمام الذهبي: وهي أبعد نساء النبي صلى الله عليه وسلم دارا عنه وقت زواجها، لأنه زوجها وهو في شنو؟ في المدينة، وهي وين؟ في الحبشة، فكانت بعيدة منه جدا. طيب، أم حبيبة دي كان زوجها عبيد الله ابن جحش، وأولاد جحش ديل كلهم طبعا أولاد برة بنت عبد المطلب. فعبد الله أو عبيد الله أو عبد الله ابن جحش
يتنصر رجع تاني إلى دين المشركين في الحبشة بعد ما أسلم وسافر يعني مهاجر إلى الحبشة فرارا بدينه. لما مشى هناك فأعجبته الخمر قال إني أشك في دين محمد ولا دين أحسن من النصرانية. رجع للنصرانية تاني فتنصر وشرب الخمر ومات هناك. ودي يعني خاتمة سيئة. وإخواننا من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين لهذه العلة. والصحابة دي لو ما كانوا مضطرين ولقوا إنه جوار النجاشي خير وفيه منفع عليهم وحماية ما كان بهاجم. وكانت مكة أسوأ من شنو؟ كانت مكة أسوأ من بلاد النجاشي الحبشة، عشان كده هاجروا. ولكن زول معافى يا أخواننا في بلده، عنده رزقه، معافى في جسده، ما يهاجر بلد غير بلاد إسلامية. والله تتعب وتلقى الشر. وأدنى أدنى الأمور أنت دينك بضيع منك، وما حتقدر أنت تظهر شعائر دينك، ولا تقدر تربي أولادك تربية صحيحة. حتمشي هناك انفلتوا من يدك، وبيتك ممكن تمشي تعمل علاقات مع الأولاد أولاد الكفار، ولو سألت القانون ما بخليك، ما تقدر تتكلم معه. ممكن تتفحش بيتك داخل البيت وتجيب العيال الدايران جوا البيت وتعمل ما شاءت، وانت لو تكلمت معاه القانون بدينك. فما في داعي انت تدخل نفسك في حاجة زي دي وتهاجر لك هجرة يعني تكسب فيها مال وتفقد فيها دين، واحتمال ما تكسب مال ذاته. تقال بلاد الكفار دي خلاص القروش مجدعة في الشارع، ما حتمشي تشتغل زي الحمار الليل والنهار شغال زي الحمار الليل والنهار انت شغال. فاحسن لك عيش حياتك هنا ورزقك بيجيك. طيب أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها لها مواقف جميلة. طبعا هي أسلمت قبل أبيها بكثير وزفت للنبي صلى الله عليه وسلم وعاشت معه في المدينة. فلما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزو مكة وفتحها جاءه أبو سفيان وكان مشركا آنذاك، وجاءوا يتفاوض معه في الهدنة. قال له امهلنا شوية ودينا هدنة. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت بنته اللي هي أم حبيبة، دخل في بيتها قالت فلما أراد أن يجلس طوت عنه الفراش. أول ما جاء دار يدخل يجلس في بيت وبيته لفت منه الفراش. قال يا بنيتي أرغبتي بهذا الفراش عني أم رغبتي بي عنه؟ يعني أنت شايف الفراش ده عزيز علي أنا بترفعيه مني، ولا أنا أعز من الفراش ده وأرفع يعني؟ قالت له بل رغبت به عنك فإنك امرؤ نجس مشرك وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا بنيتي والله لقد أصابك بعدي شرا. تمحن ذاته يسوي شنو؟ فدي أخواننا دي قمة في قوة الإيمان، تلف الفراش منه وده أبوها وقالت له أنت مشرك في وش ونجس. فده كناية عن قوة إيمانها.
رضي الله عنها وأرضاها عاشت طويلا إلى عهد أخيها معاوية، وكانت في زمنه مع أمهات المؤمنين كانت مكرمة جدا، حتى أخوها معاوية رضي الله عنه كان يلقب بخال المؤمنين، وكانت معظمة في عهده. وقيل لما يعني جاءت عند الوفاة دعت عائشة رضي الله عنها، فجاءت عندها فقالت لها إنه قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك وسامحيني. فقالت لها عائشة رضي الله عنها غفر الله لي ولك وأنا أتحلل من كل شيء وقد سامحتك. قالت والله لقد سررت اليوم سرورا عظيما. ثم دعت أيضا أم سلمة فقالت لها نفس هذا الكلام، يعني تحللت من الأشياء اللي كانت بتقع بيناتهم من الضرارة رضي الله عنها وأرضاها، ماتت بعد زمن طويل. طيب قريش بعد ما يعني هاجر الصحابة إلى الحبشة ومكثوا هناك آمنين، قال ولما كان بعد بدر اجتمعت قريش في دار الندوة وقالوا إن لنا في الذين عند النجاشي ثأرا فاجمعوا مالا. دي القصة اللي وقعت، ودي أخواننا فيها فوائد كثيرة، خلاص بس نقرأ بروقة كده. قالوا فاجمعوا مالا واهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده لننتدب لذلك رجلين من أهل رأيكم، فابعثوا عمرو بن العاص وعمارة ابن الوليد. طيب عمرو بن العاص هو ابن وائل السهمي وادخال لعمر بن الخطاب، وعمرو بن العاص كان من دهاة العرب من أذكياء جزيرة العرب رضي الله عنه، عشان كده بتلقى الطعن فيه في التاريخ كثير جدا، وكان قائدا محنكا شجاعا ذكيا، حتى قيل عنه أنه قال لولا الإسلام، يعني لولا أني دخلت الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب. العرب كلهم ما بيقدروا على عقلية عمرو بن العاص رضي الله عنه. الوقت ده كان مشرك، واختاروا معاه عمارة ابن الوليد وهو أخو خالد ابن الوليد، وكان عمارة ابن الوليد رجلا جميلا، ودي هتلاقينا في موضعين مهمين بذكركم ليها. طيب ابن القيم بيقول إنه الذي بعث معه هو عبد الله ابن ربيعة، عبد الله ابن ربيعة ابن عم لعمارة بن الوليد ودعمه، لكن الراجح والله أعلم إنه اللي مشى معه عمارة ابن الوليد، زي ما حيجينا في تتمة القصة حصلت فيها أشياء عجيبة جدا. طيب شالوا هدايا معهم ومشوا إلى النجاشي. قالوا لما جو قالوا، أنا مرات بختصر القراية في الكلام الطويل، قالوا بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء الذين قدموا عليك، لأنهم قوم اتبعوا رجلا كذابا خرج فينا يزعم أنه رسول الله ولم يتبعه إلا السفهاء، فضيقنا عليهم وألجأناهم إلى شعب بأرضنا، شعب يعني وادي لا يخرج منهم أحد ولا يدخل عليهم أحد،
فقتلهم الجوع والعطش. فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن عمه قاضي جعفر ليفسد عليك دينك، كلام ده للنجاشي، وملكك، فاحذرهم وادفعهم إلينا لنكفيكهم. وآية ذلك يعني علامة إنهم ديل جايين يفسدوا عليك دينك وهم جايين بدين جديد، قال له إذا دخلوا عليك لا يسجدوا لك، أي لا يسجدون لك. وطبعا ديل أول ما جوا داخلين على النجاشي سجدوا له الاثنين، هما ما فارقة معهم، ها الموضوع ده عندهم بسيط جدا، سجدوا للنجاشي ولا يسجدوا لصنم، كله الموضوع ده واحد، سجدوا له. قال له ده لك بيسجدوا لك. وصح ده لك ما بيسجدوا له. طيب في رواية جابها صاحب السيرة الشامية، النجاشي قال لهم طبعا هم مشوا للبطارقة من برا وديل جلساء النجاشي، طبعا دائما حاشية الرجل هي بتأثر في القرار بتاعه، وديل ناس العلماء والعباد والزهاد الجالسين حول النجاشي، فهم دارين يأثروا على رأي النجاشي، مشوا أدوا ديلك دفعوا لهم، قالوا أدوهم هداياهم في الأول، ها أيوة شغل الرشوة. وتذكروا كلمة الرشوة دي لأنه في آخر القصة أنا داير أحكي لكم نقطة قال النجاشي فيها عجب والله، تندمك على إنه أنت في حياتك دي مشي الرشوة كله كله. طيب لما الرشوة البطارقة من برا قالوا لهم نحن بس دارين منكم حاجة، النجاشي ده يطرد جعفر ومن معه من غير ما يسمع منه، دارين انكم تعملوا كده. فأول ما بلغوا النجاشي قالوا له يا أخي أطرد الناس ذيل، تعجب النجاشي وغضب قال لا الله لا يكون هذا بأرضي. شكرا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وكي ترسلوا من هناك قال لهم أمشوا للنجاشي فإنه لا يظلم عنده أحد، قال لهم لا يكون هذا بأرضي حتى أسمع منهم، فإن كانوا كما تقولون وإلا قال لهم إن كانوا كما تقولون رددتهم معكم، وإلا قال لهم لا أحمين من التجأ بي واستجار بي. دي الناس قال لهم جوني أنا مظلمين واختاروا جواري من بين الناس، كيف أطردهم؟ طيب فدعاهم، أول ما جو عند الباب قال جعفر رضي الله عنه قال يستأذن عليك حزب الله. فأول ما دخلوا عليه النجاشي قال لهم من الصائح؟ قال جعفر أنا، لأنه من برا جعفر اتفق معهم قال لهم أنا خطيبكم الليلة أنا اللي بتكلم. فقال قام قال له أعد علي صياحك، أنت من استئذانك الأول ده كان شنو؟ ها؟ فقام أعادوا عليه جعفر تاني قال ومن أين تعلمتم هذا؟ قالوا من نبينا. فحياه بتحية الإسلام السلام عليكم. فأعجب النجاشي قال هذا ما بشرت به كتبنا، شدة عندنا. طيب فقال جعفر إنك ملك لا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم، وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي بأمر هذين الرجلين، دلك قاعدين. قال له فليتكلم أحدهما فتسمع محاورتنا، يعني قال له بدل يكون الكلام كثير خلي النقاش يكون بيننا وبين منه، بين الاثنين دل
واحد منهم يتكلم. طيب، فقال عمرو لجعفر تكلم، وهذا من ذكاء عمرو بن العاص، لانه زول اللي بيتكلم اول انت بتعرفه داري يقول شنو عشان تمشي في نفس المجرى. ولكن جعفر كان اذكى منه وموفقا. مرات انت بتكون ذكي لكن ما موفق، الذكاء براه ما بينجح، لا بد من توفيق رباني. كويس. جعفر قام قال له شنو؟ فقال جعفر للنجاشي سله أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيدا أبقنا من أربابنا، أو أبقنا يعني هربنا من أربابنا، فرددنا إليهم. فقال عمرو بل أحرار كرام. دلولة انتهت. نحن لو عبيد رجعنا، لأنه العبد يرجع على سيده، لأنه ملك له وده مال. طيب، سؤال الثاني، قال هل أهرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟ قال عمرو بن العاص ولا قطرة، نظيفين من الدم. فقال هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها؟ فقال عمرو بن العاص ولا قيراط. كل ده نظيف، لا دم زول لا مال زول ولا نحن ملك لزول، نحن أحرار. فقال النجاشي ما تطلبون منه؟ طيب انتوا دارين منهم شنو؟ لا ملك ليكم، لا أكلوا قروشكم، لا هربوا بدمكم، دارين منهم شنو؟ قال كنا نحن وهم على أمر واحد. دي إجابة جعفر رضي الله عنه، على دين آبائنا. لا عفوا، دي جابت عمرو بن العاص. قال كنا نحن وهم على أمر واحد، على دين آبائنا، فتركوا ذلك واتبعوا غيره. طيب يا اخواننا، شوفوا في ملاحظة هنا مهمة. الخلاف اللي واقع بيناتهم كان يعني معه شيء من القيم، بتلاحظوا الحاجة دي؟ مع انهم مختلفين، لكن عمرو ما غير الحقائق، الكلام اللي قاله كله حقائق ولا يتبلى عليهم. ولما جعفر سألوا عن أشياء بتضر ساحة جعفر رضي الله عنه ومن معه، عمرو أقر له بها. ودي أخواننا هذه العلامة، أن يختلف الناس مع المحافظة على القيم المتفق عليها، دي علامة الصلاح في أي مجتمع. ولو لقيت أي مجتمع بيختلف بقيم، أعرف إنه ممكن يصل لنتيجة. لكن لما يختلف الناس بغير قيم ولا أخلاق، ما ترجو منهم خير تاني، ديل ما بيتلموا. مما تلقى عدوك بكذب عنك، بكذب فيك، ها، وبيزور الحقائق وبيظهر للناس خلاف الواقع، أعرف إنه عدوك ده لو كان صديقك ما بينفعك، خليه يبقى عدوك. زي ده لو بقى صديقك ما نافع، ولا تحرص على صداقته ذاته ده. لكن الإنسان لما يعاديك بقيم رفيعة، شوف هسه النازل الكلام، الحوار الدار بيناتهم ده ما فيه كذب، واضح. شوفوا كلام كمان، كلام عمرو. فقال النجاشي ما هذا الذي كنتم عليه وما الذي اتبعتموه؟ قل واصدغني. قال جعفر أما الذي كنا عليه فتركناه هو دين الشيطان، كنا نكفر بالله ونعبد الحجارة، وأما الذي تحولنا إليه فدين الإسلام جاءنا به الله جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل كتاب ابن مريم
موافقا له. أول ما الموضوع جاب سيرة كتاب ابن مريم، النجاشي في الوقت داك ضرب الناقوس، الناقوس ده بتاع النصارى، قال لهم اللي مولاي العلماء كلهم، أحبار النصارى، الرهبان، كلهم جيبوهم، لأنه الموضوع ده بعد جاب ليه شنو؟ جاب ليه علم. جاء وقت الأذان؟ طيب، فلما اجتمع القساوسة والرهبان قال لهم النجاشي: أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبيا؟ في نبي بعد عيسى ولا ما في؟ في كتاب عيسى الإنجيل؟ قالوا: اللهم نعم، فقد بشرنا به عيسى عليه السلام، وقال: من آمن به فقد آمن بي، ومن كفر به فقد كفر بي. فقال النجاشي لجعفر: ماذا يقول لكم هذا الرجل؟ وما يأمركم به وما ينهاكم عنه؟ فقال: يقرأ علينا كتاب الله، ويأمرنا بالمعروف، وينهانا عن المنكر، ويأمرنا بحسن الجوار وصلة الرحم وبر اليتيم، ويأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له. فقال: اقرأ علي مما يقرأ عليكم. فقرأ عليه سورتي العنكبوت والروم، ففاضت عين النجاشي من الدمع، وقال: زدنا من هذا الحديث الطيب. فقرأ عليهم سورة الكهف. فأراد عمرو أن يغضب النجاشي، وقبل كده القصة كان جبناها برواية تانية مطولة. طيب، فعمرو ذا يمكر بهم، فقال: إنهم يشتمون عيسى وأمه. للنجاشي قال: لا، بيسيئوا لعيسى وأمه. وطبعا يعني بفهم النصارى، بفهمهم، ما يقوله الصحابة يعتبر شتم، لأنه هم بيعتبروا عيسى بن مريم ابن الله، والصحابة بيقولوا هو عبد الله، فالكلمة دي هم بيعتبروها شنو؟ بيعتبروها سب وشتم. كيف يقول عبد الله وهو عندهم ابن الله؟ طيب، فقال: ما تقولون في عيسى وأمه أو أمه؟ فقرأ عليهم سورة مريم، آيات الأولى من سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم. فلما أتى على ذكر عيسى وأمه رفع النجاشي بقشة من سواكه قدر ما يقضي العين، قشة صغيرة قدر الحاجة الوقيعة، الوقيعة في العين. فقال: والله ما زاد المسيح على ما تقولون نقيرا. كلام كنا تقولوا ده قالوا المسيح عيسى بن مريم. في رواية تانية: فتناخرت البطارقة والقساوسة، يعني بيقوا بطنطنوا بيتحد زعلانين من الكلام ده. كويس. فالنجاشي قال لهم: ائتوا بكتابكم، جيبوا الإنجيل وشوفوا فيه شنو. فلما قرأوا وجدوا الكلام يهوذات، قالوا: وفيه أنزل الله تعالى. لأنه بعد ذاك، بعد ما سمع النجاشي كلام النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، لما سمعوا صار يبكي وبكى البطارقة: ربنا أنزل فيهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فأقبل النجاشي إلى عمرو بن العاص، قال: والله يا عمرو لا أسلمكم، لا أسلمهم إياكم بدبر من ذهب، جبل بتاع ذهب والله ما أديكم اليوم. قال لجعفر ومن معه: اذهبوا في أرضي فأنتم سيوم، بلغة الحبشة معنى أنتم آمنون، من سبكم غرم، ومن آذاكم غرم. بعد ذلك بقى شنو؟ حتى قال لهم: البسبكم يدفع لكم كم؟ ف
قال النجاشي يدفع ربع دينار، قالوا زدنا، ما رضيانين، لحد ما يوصل 4 دنانير على ما أذكر في الرواية، قالوا زيدنا. أي زول في الشارع أسألهم ولا ضايقهم بيدفعوه، بيقطعوه صار طوالي يدفع عليهم. شفتوا العدالة دي كيف؟ بعدين قال النجاشي مقولة عظيمة، قال ما أخذ الله الرشوة مني فآخذها. فيه حين رد علي ملكي وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. عشان تفهم دي، النجاشي ده ملكه يرجع له بقصة عجيبة. أبوه كان ما عنده ولد إلا النجاشي ده، كان أبوه ملك للحبشة وكان رجل فيهم صالح في قومه في حكمه يعني. بعد ذاك بقى ما عنده إلا ولده ده، فالشلاليات اللي حول الحاكم دي طبعا دائما بتمكر، فديل قالوا ولد أخو أبو النجاشي، أخو عمه يعني عم النجاشي عنده عدد كبير من الأولاد، وقالوا لو خلينا الملك ده لحد ما الملك بتاعنا ده مات حيولي ولده اللي هو النجاشي ده أصحمة، حيولي أصحمة ده، ولو ولاه الملك حينقطع من الحبش لأنه واحد. فقالوا نحن نحول الملك ده لعم أصحمة شان أولاده كتار، فقتلوا أباه، قتلوا أبو النجاشي وأدوا الملك لأخوه. فلما جاء أخوه عند الموت قاموا ما لقوا عنده من أولاده رجلا عاقلا، كلهم حمقى ما بيفهموا أي شيء كويس. وبعد ذاك لما قربت أيامه لقوا النجاشي تقدم عند عمه، عند عمه ذاته بقى زول معظم وبقى ماسك أمور الملك كلها، وكان ذكيا نبيها، لقوا تقدم عنده شديد. قاموا قالوا أحسن نتخارج من النجاشي ده، فأخذوه فباعوه في السوق إلى رجل بعيد ليركب به البحر، باعوه وسفروا مع الزول ده. لما سفروا بهنا طوالي مات عمه، واتلفتوا الجماعة دين ما لقوا طريقة إلا رجعوا النجاشي تاني، مشوا للزول اللي باعوا منه الزول اللي باعوا له، قالوا والله رجع لنا الزول ده احنا دارينه لأنه ما عندنا حل غيره. أتخيل النجاشي ما عمل حاجة، مكروا المؤامرة دي كلها ودبروها، وفي النهاية مشوا تاني رجعوا النجاشي وجابوه ولبسوا التاج، مسكوا الحكم. أول ما مسكوا الحكم جاء الزول اللي اشتراه ذاك للنجاشي ذاته، قال له يا أيها الملك ما تقول في عبد اشتريته بمالي فجاء من باعه إلي وأخذه ولم يرد علي مالي. والعبد المقصود ضمنه ده ذاته. قال النجاشي، شوف الزول ده زول عادل كيف، قال يجب عليهم أن يردوا عليك مالك، يرجعوا لك حقك. فلدي القضية اللي قال ما أطعت الناس فيه، أنا ما سمعت كلام الناس في ربنا عشان أجي أسمع فيكم أنتوا يا عمرو بن العاص، وما أخذت الرشوة في الله عشان أجي أخذ الليلة كويس. فقال لي ذلك رجعوا له حقه، مشوا ذلك القروش الشالوها منه تاني رجعوا له سيده اللي كان اشتراه ذاك، وفات وبقى النجاشي الملك بتاعه. فرجل كان عادلا. عمرو بن العاص من طرائفه في القصة دي ذاته قالوا أهل السير ألقى الله العداوة
بين عمرو بن العاص وعمار بن الوليد وهم في الطريق جايين. وكان عمرو دميما لم يكن جميلا. وده قلنا كان شنو؟ ده جميل. فأحبت زوجة عمرو بن العاص عمار بن الوليد في الطريق. هم بالله شوف عشان تعرفهم ذات انصرافيين. يا أخي أنتم ماشيين لكم قضية كبيرة دار ترجعوا لكم الناس. تقعدوا سوا حب في الشارع. حبته. وبعدين دبرت معه مؤامرة إنه يقتل عمرو بن العاص عشان هو ينفرد به هناك في الحبشة براو. فألقوا بعمرو بن العاص من السفينة دفروا من طرف السفينة دفروا جوا البحر عشان يقع يموت. فسبح عمرو بن العاص بقى بيسبح وصاح لربان السفينة أنغزوه ورفعوه فوق. أول ما رفعوا عمرو ذكي جدا فأضمرها في نفسه وسكت ما سألهم. جل زوجته قال لها إن هذا ابن عمك ده ود عمك فقبليه كده رضياني عن أنا أمشي وقبليه وكده وصلحي علاقتك معه ده ود عمك في النهاية. داري برد الموضوع نساوا الحكاية وخلاهم يعيشوا حياتهم الغرامية مرتاحين ما في أي مشكلة. لما حصل ما حصل بينهم وبين النجاشي بعدين النجاشي رفض يسلمون الصحابة قام جل عمار بن الوليد قال له إنك رجل جميل وإن النساء تحب الجمال فاذهب إلى زوجة النجاشي فكلمها. تكلم معها واخلق معها علاقة لعلها تشفع إلينا عند النجاشي فيحقق مرادنا. قال لها امشي كلمها. وذاك زول جميل مشى وكلمها وقالوا بيجي يتردد على كل يوم ويجلس معها حتى أخذ من عطرها. طبعا الموضوع مشى بعيد. لما عمل ده ذهب عمرو ابن العاص إلى النجاشي وأخبره الخبر. قال لي الزول لاقي عمل كده. فأخذت النجاشي غيرة الملوك قال إني لا أقتله. قال لي أنا ده ما بقتله لكن عندي له نظام تاني. جاب السحرة بتاعينه سواحر قال لي أكربنه ربطه بسحر خلوه يهيم مع الوحوش بقى بيرد مع الوحوش في الجبال. إذا رأى الناس نفر وإذا رأى الوحوش ذهب إليها. عمرو بن العاص خلى في وحوش ودي وساق مرة وفات. شو تعرف ده شغله لحد ما جزم عمر بن الخطاب جاوي ابن عمه عبد الله بن ربيعة وجاب كوس لعمار بن الوليد وفتش عليه لحد ما لقاو شعره قد غطى جسمه يهيم مع الوحوش أظفاره طويلة ملابسه ممزغة وبقى يغنع فيه ويجور فيه عشان يرجع مكة حتى مات في يديه فتركه وراح. ودي القصة جايين بمؤامرة زي دي من هناك ضد الصحابة وشغلانة خسرانة شكده أمورهم جايطة شديد. أما عمرو بن العاص فأسلم رضي الله عنه وأرضاه وكان في ذكائه النفع للمسلمين والفتوحات العظيمة. بل دخول الإسلام إلى السودان كان عمرو بن العاص والي على مصر وأرسل حملات عبد الله بن أبي الصرح وغيرها من الحملات للسودان لنشر الإسلام. جاتنا مع الأذان؟ مع الصلاة خلاص فاضل لنا كم؟
طيب قال ولما مات النجاشي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه كما يصلي على الجنائز فقال المنافقون يصلي على علج مات بأرض الحبشة والعلج كلمة علج معناها الكافر الرجل القوي من الكفار وده يعني كأنه مطاعنة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي على هذا العلج ولكن النجاشي رحمه الله تعالى كان مؤمنا بالله وشهد شهادة الإسلام لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له كتابا يدعو فيه إلى الإسلام فأسلم النجاشي وبعد ذلك يعني قال فأنزل الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب صلى عليه صلاة الغائب اللي هي صلاة الجنازة لكن بس الجنازة ما بتكون قدامك وصلاة الغائب يا أخواننا يعني بعض العلماء قال لا تشرع وإنما هي خاصة بموضوع النجاشي ولكن الصحيح إن صلاة الغائب الآن بتصلى في موضعين الموضع الأول تصلى على من لم يصلى عليه الإنسان اللي مات مثلا في بلاد كفار ودفنوه وما صلوا عليه نحن المسلمين هنا بنصلي عليه وكذلك الإنسان الذي مات في البحر أكلته الحيتان أو اتفقد في حروب في غيره اتفقد ما لقوه فده يصلوا عليه صلاة الغائب جنازته غائبة ما موجودة الموضع الثاني يصلى على الرجل صاحب النفع العظيم للأمة الإسلامية حتى لو صلوا عليه مثلا رجل عالم كبير نفع الأمة الإسلامية جمعاء أو رجل إمام حاكم عادل نصر الله تعالى به الإسلام وأعز به الدين ورجل قام يعني وعظيم عند الأمة ده يصلى عليه صلاة الغائب حتى لو صلوا عليه يشرع لأي ناس في بلادهم يصلوا عليه لمكانته العظيمة في الأمة فدي الموضعين العلماء قالوا يصلى فيهن صلاة الغائب نحن بنجيب على كده الصلاجات نبدأ من إسلام حمزة ابن عبد المطلب إن شاء الله في الدرس القادم